بخير. في سؤال مهم يا أحمد. أنا ساكت والله. فقرة موهبة التقديم عندك ما شاء الله تبارك الله، تملك موهبة جميلة جدا في التقديم. اللهم لك الحمد. توك يعني تكتشفها هنا البرنامج ولا قبل؟ سابقا قلت تلك المرات من جهتك. أنا التقديم بديته على المسرح قبل تقريبا 10 سنوات. حلو. استمريت تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات مقدم ترفيهي على المسرح، فعاليات ومهرجانات. ممتاز. وبعدها دخلت تقديم تلفزيوني، كان عندي برنامج أسبوعي مدة 2.5 سنين تقريبا أو 2 أو 8 شهور، حلقة في الأسبوع. حلو. وبعدها قدمت برنامج رمضاني كان كل يوم على أكثر من قناة. ممتاز. بس ما ودي أقول اسم القناة بعدين أعلمك تحت البث. ممتاز. موجود كله في اليوتيوب، والله ملك الحمد استفدت منها استفادة كبيرة، ومنها كان انطلقت في التقديم بالتلفزيون. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية. صاحب الأثر هل ترك أثر؟ أتمنى أني تركت أثر طيب. ما أنا حاول زي ما قال علي أني الكلمة اللي تطلع مني ما تطلع أي كلمة أقلها الكلمة، يعني الكلمة أثر، فأتمنى أني تركت أثر طيب عند زملائي وعند المشاهدين وعند طاقم العمل في البرنامج وفي القناة. اللهم لك الحمد. هو يعني جيد أحمد في انتقاء العبارات، ذكرها الزائزي بداية البرنامج، نظف الكلوركس وطلعها نفس المسرح. اي في نفس المسرح بكلوركس طلع زاهزي، ما في كلوركس، ما في شيء كلوركس، طلع على طول زي كذا. ايوه كذلك يعني بعض الاحيان لا فلتر تعلم، الله يهديهم.